لها سياسه. السياسه مهلكه، السياسه بتجيب وجع القلب. النهارده حلقتنا مختلفه تماما. النهارده حلقتنا عن المعلمين، وعنوانها الكبير دور على نفسك، وده عنوان المعلمين. حلقتنا النهارده بتقدم نجم وشخص استطاع بمفرده ان يخاطب، مش عايز اقول اكيد ملايين الشباب، انا واحد من الناس بندهش من حجم جمهوره اللي بيتابعه في الاذاعه، اللي بغير منه احيانا لما بلاقيه كل يوم ترند. المعلمين وكلام المعلمين شيء عظيم جدا. مذيع لوحده استطاع ان يحول من مهنه اذاعه كان ممكن تبقى مسليه وممتعه بس، لا، هو نجح مع المعلمين اللي حاضرين معانا النهارده، انه يحول الطاقه اللي عند الشباب دول الى طاقه ايجابيه. بيعمل حاجات لا حكومات ولا وزارات ولا حد عارف يعملها. خلاهم كل واحد يدور على نفسه، خلاهم ينزلوا معاه علشان يروحوا يتبرعوا بالدم، يعملوا مشروعات خيريه، يفطروا مع بعض في رمضان ويفطروا الغلابه، يروحوا يسقفوا بيوت. طاقه ايجابيه رهيبه لدرجه انه اشركهم معاه ومراته بتولد ميزو معز، وسماه معز على صديقنا معز مسعود. بكلمكم طبعا عن ضيف النهارده اللي احنا كاسرين كل قواعد التقديم، واللي هيشاركني من اللحظه الاولى تقديم هذه الحلقه بروح مختلفه. اسلم على المعلمين الاول، منورنا، اهلا وسهلا بيكم. كل المعلمين دول مع المعلم الكبير احمد يونس. ما عنديش تسكيك انا. ازيك يا احمد؟ ازي حضرتك يا منورنا. رجاله بنات، السلام عليكم. اتفضل. ونقعد على دي الصغيره دي؟ لا مش هتقعد. المعلم الكبير احمد يونس، انت معايا النهارده عاملين حاجه مختلفه. مش هنتكلم في السياسة أو النبي، أو النبي مش عايز. أنت ما بتحبهاش خالص. خالص، لا، إحنا كده الجيش ده يعني إحنا كده دي كتيبة من جيش كبير الحمد لله. يعني سيبنا كل حاجة على جنب وفكرنا إزاي نكون أحسن. وإزاي شايف إن السياسة أحبطت ناس كتير ووقعت شباب كتير وخلتهم كده. يعني بقى ما أقول لك إيه بقى. سكيب. نعدي. طيب، إحنا هنروح لعالم مختلف شوية مع أحمد يونس. هنروح لعالم السوشيال ميديا، وانت نجم في السوشيال ميديا وبتاخد نق من كل الاعلاميين. ايه المعلم اللي طالع لي في خمس دقايق يروح بقى ترند والناس بتصوت وعلى طب ما بيسمعوا ولا بيكتبوا؟ عالم مختلف تماما. انت هتعيش معاهم النهارده وهتوصل لك الحاله يعني وجها لوجه زي ما هي. هنعيش الحاله كاننا في الاذاعه. اه، والاذاعه في التلفزيون. ايه الاسهل، الاذاعه ولا التلفزيون؟ انا جربت الاثنين. لا، راديو احسن بكتير. هو مش اسهل، هو احسن. احسن احسن واجمل واحلى واريح وبيوصل للناس حلو قوي. يعني بيوصل لهم بصوتي ان انا مش طايق نفسي النهارده، ان انا كويس لطيف الدنيا تمام. فالراديو مريح وحلو وفي حميميه كده في التعامل مع الناس. ولادي عنواننا النهارده دور على نفسك. انت خدت الرحله بتاع دور على نفسك دي؟ ولا زلت لسه. يعني لقيت منها قد ايه؟ لا، جزء كبير الحمد لله، جزء كبير. وكان في نقله هي اللي خلتني الاقي الموضوع ده. يعني ايه النقله دي؟ نقله ان انا جالي وقت بعد ما اشتغلت مثلا في الراديو. انا اشتغلت مثلا بتكلم في 15 سنه اذاعه دلوقتي الحمد لله. جالي وقت قررت ان انا لازم اقف شويه واشوف انا عملت ايه. انا اشتغلت مذيع راديو تمام وحلو، طب فدت الناس بايه؟ ايوه. فوقفت وغيرت الكارير فعلا. وقفت شويه وقعدت في البيت ما اشتغلتش شويه، ورجعت بقى برنامج. هو كان ده اللي بعتبره النقلة الصح، ان انا فعلا المذيع ده ليه حاجات تانية غير انه ياخد فلوس في جيبه اخر كل شهر. هو بتوع الاذاعة كانوا بياخدوا فلوس؟ لا، بياخدوا. اتعلمت دلوقتي بياخدوا. دلوقتي بياخدوا. طيب، مين من معلمينك دور على نفسه ولقاها؟ مين فيكم لسه ما لقاش نفسه؟ انا شهادتي مجروحة الان. انا شايف ان كل واحد فيهم عنده حاجة حلوة في شخصيته. يعني ولا واحد رفع ايده، ولا واحد فيكم ما لقاش نفسه؟ لا، لاقيين نفسهم. كلكم لاقيين نفسكم؟ الحمد لله. طب انت ماسك الهاند مايك، قول لي لقيت نفسك ازاي؟ هو مروح كده. وطبعا كنت مستخبي فين؟ لا، انا طبعا بتابع يونس من زمان قوي، بس الحمد لله ربنا كرمني اني اشارك معاه ونزلت معاه فعلا حمله كانت الاقصر واسوان. اه، نزلنا فعلا وكانت اول مره انزل مع يونس فيها.
نزلنا كان في تسقيف بيوت، توزيع كراتين وبطاطين على الناس المحتاجة. كانت بصراحة كانت حاجة سعيدة جدا. أنا كنت سعيد من نفسي بطريقة رهيبة، لدرجة إن كنت بقول للناس لازم تسمعوا يونس ولازم تشاركوا ولازم تنزلوا معاه. فالحمد لله ده بقى لسه بادئين، بقى لنا دقيقتين بقى البرنامج ترند رقم واحد. طب انا غلطان؟ هنقعد في بيتنا خلاص، هاتني كل يوم كل يوم كل يوم خلاص. الهاشتاج بتاعنا اسمه مع يونس، يونس في اخر النهار، شاركونا، عايزين نبقى ترند عالم النهارده. طيب مين من البناتيت هيقول لنا ازاي لقى نفسه؟ انا ممكن اقول يعني عايز شهد تتكلم. شهد يعني ممكن ابتدي بشهد عشان شهد دي من انا اتعرفت على شهد في الاول وحبيت شهد مباشره. جميلة. البنت اسمها شهد ففرحت بيها. لا نجمه كبيره وبتصل تغني بتغني عليها بتغني، بس ما تخليهاش تغني النهارده. طيب يعني بيني وبينك قول لنا يا شهد ازاي لقيتي نفسك؟ انت طالبه في سنه كام؟ انا في سنه اولى كليه شريعه اسلاميه جامعه الازهر. بدأت أسمع المذيع أحمد يونس من حوالي 3 سنين، وشاركت معاه في شنط تعبئة رمضان، حملات تعبئة رمضان وإسعاد أبي وأمي، كانت حاملة لدار المسنين. أنا من بداية سماعي للمذيع أحمد يونس خلاني أفكر بطريقة مختلفة جدا، حسيت أن أنا تعلمت منه حاجات كتير. كان أول إنسان يعلمني أو يخليني أحب العمل التطوعي ويخليني أحب العمل الخيري. بدأت أحب أن أنا أساعد كل اللي حواليا، تعلمت منه التفاؤل والإيجابية، تعلمت منه حب الآخرين، استفدت منه كتير جدا. وأكتر حاجة بحبها لما بنزل بشارك معاه، أكتر حاجة بتسعدني لما بسمعه ولما بشارك معاه في البرنامج، وأنا بشكره لأني تعلمت منه حاجات كتير جدا واستفدت منه كتير، وهو الحقيقة مصدر سعادتي. شهد أنت كلمتيني إزاي دورت على أحمد يونس؟ انا عايز اعرف امتى كنت محبطة ولما سمعت احمد ايه اللي اتغير؟ يعني عايز امسك حاجة اتغيرت فيك في لحظة كنت راحة في دايرة احباط واتنقلتي لدايرة امل وطاقة زي ما انت كده دلوقتي. انا من زمان جدا كنت بحس كتير ان انا محبطة بسبب اني بحس ان الناس بتعاملني بشكل غير ما علشان انا كفيفة ما بشوفش. لما بدأت انزل مع المذيع احمد يونس اول حملة في تعبئة شنط رمضان، كان هو اول واحد يخليني اغير الفكره دي. حسيت ان فعلا ما فيش فرق. كانت اكبر يعني كانت المشكله دي كانت اكبر مشكله انا كنت بعاني منها، فهو علمني وخلاني فعلا احس ان ما فيش فرق وان كل الناس زي بعض. كان السبب ان انا ما بشوفش، كان المشكله دي كانت عاملاني مشاكل كتير جدا، ما كنتش بعرف اتعامل مع الناس. بس اكتر ناس بحب ان انا اتعامل معاهم دلوقتي المعلمين، لاني بحس ان فعلا ما فيش فرق. ليه مش عايزك تغني احمد يونس؟ لا والنبي طب انا رايك عايز احمد يونس هتغني وهنسقف لك كمان. صوتي مش حلو. لا لا انا ما قلتش كده، احنا من حقنا ان احنا نغني باي شكل. يلا سمعينا. لا يعني انا خلاص يا شهد غني يا منعم. المعلم وافق. ممكن طيب اخر الحلقه. حاضر. احنا عندنا ناديه كمان يعني موهوبه في الغنى، وفي مريم. مريم صوتها برضو جبار. انت عندنا مواهب. ممكن قبل ما نروح للسوشيال ميديا مريم خدي المايك اهو. المايك خلاص جاي لك الناحيه الثانيه. بصي ممكن تمسكيه الاثنين. ده رزق كتير. انت في سنه كام؟ انا في ثانويه عامه. ثانوية عامة ومعلمة من بدري كده؟ حاسة انك معلمة؟ يا باشا ده في ابتدائي يا باشا. ابتدائي. حاسة انك معلمة بجد؟ مع اني انا بقالي اقل من سنة بتابع استاذ يونس، بس بجد يعني من بداية الثانوية العامة وكان عندي احباط شديد. قاعدة تسمع احمد يونس من 12 ل 3 الفجر. هنذاكر ازاي؟ لا وانا بذاكر. لا بسمعه وانا بذاكر ويعني هو بصراحه ادينا التفاؤل غير عادي يعني بعد ما يا باشا بجيب لهم مراجعه ثانويه عامه يعني بس عشان اولياء الامور بيتفرجوا دلوقتي اخر مش بجيب ناس بيراجعوا لكم ثانويه. انا عايزها هي اللي تقول دافع عن معلمك. هو بجد يعني والله انا ندمان انا مش بسمعه من زمان وهو علمني حاجات كتير الصراحه. بيدفع فلوس؟ صحيح. ندفع فلوس بعد الحلقه دي ما تقلقش. طيب سمعينا صوتك.
سمعينا صوتك. اغني بقى. قال لي صوتها عظيم. اه جدا. ما انا قلت الحلقه دي كلها ضرب ضايعه يعني، فاعملي اللي انتوا عايزينه. تتر البرنامج؟ ماشي ماشي. دور من قلبك في الحياة على ناس شبهك وتكملك، على اللي انت لما تكون معاه ولا حاجة في الكون هتوقفها، والدنيا صاحب انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما حبك للناس. لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكتوا كل اللي بيحبطكوا، دي حجج فارغة ومش مقبولة. الله جميل. طيب تعالى لي كده وخلينا نبتدي من الاول ونشوف اول خبر او اول حاجه على السوشيال ميديا من الحاجات اللي عامله واو النهارده. ولسه ناس موجود في مصر فجاه نمنا وصحينا لقيناه قدام الاهرامات، حدث كبير جدا. انا عرفت من السوشيال ميديا فعلا. اه كلنا عرفنا. كان عندي حلقه قبلها بالليل يعني المفروض. زعلت قوي، قلت هو ده غباء مني ولا احنا ما ذاكرناش كويس ولا ايه؟ لا هو طلب انه ما حدش يعرف. ولما اخطر مصر وبعت فريق عمله قبلها باسبوع، طلب ان دي زياره عائليه ومعاه اصحابه، طلع على المغرب وجيب طيارته الخاصه ونزل النهارده وراح الساعه 6 الصبح الاهرامات علشان يشوف الشمس وهي على وش ابو الهول. وكان معاه الدكتور زاهي حواس. دكتور زاهي حواس طبعا كمعلم عندك يوليو سميث نجم عالمي، تعمل بيه ايه؟ نعمل بيه ايه؟ خلاص انا ضمنت كده ان الهرم هيبقى نظيف، الحته بتاعت الاهرامات كده اتنظمت وبقت كويسه وزي الفل كده، ضمنت ان كل حته اولا ويل سميث هيمشي فيها هتفضل بتلمع. دي حقيقه. انا كنت لسه في الاهرامات عندنا حمله، وانا كنت هناك لا ده قبل الزياره. لا انا كنت في وقت عادي خالص. لا الموضوع كان يزعل. يزعل جدا ودي مش الاهرامات اللي احنا يعني ايه يا جماعه في ايه؟ هو عشان هو نسب السياحه طبعا لسه ان شاء الله هتقوم وكل حاجه، بس مش معنى كده ان احنا نهملها بهذه الطريقه يعني. طيب خلونا نشوف الفيلر بتاع يوليو سميث وبعدين نتكلم. We're here to connect. Love, time, death. Now these three things connect every single human being on earth. اهلا بيك في الاهرامات. يوليو سميث قال انه حب مصر النهارده وفوجئ بهذا الجمال وقال اجمل مما توقعت بكثير جدا. عايزين كم واحد زي ده يقول لنا البلد هتفرق كتير. لان هي الصوره المتصدره برضو عن مصر ثلاث اربع مشاهد في الافلام المعتاده، فكل حد بيجي بيلاقي مصر لا البلد دي حلوه، البلد دي فيها ناس زي العسل، بلد متقدمه مش الجمالين اللي موجودين بتوع كل فيلم اياهم، فهو اكيد شاف ده النهارده فلازم هيصدر فكره حلوه وصوره حلوه عن مصر ان شاء الله. يا رب يزيد. طيب او مأمين. النهارده النيابه خبر بقى يعني اعتبره سياسه وما تعتبروش سياسه. كرسي وديني ظهرك واعمل كده. لا هعمل نفسي نايم. طيب النيابه النهارده اخلت سبيل زميلنا الاعلامي الكبير ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى طبعا. بكفلتين. الراجل رايح في بلاغ مقدم من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب. اول خبر نزل ان النيابه اخلت سبيله بضمان محل اقامته، ثم فوجئنا بانه لا، كان المحامي المعروف الاستاذ سمير صبري مقدم بلاغ ضد الاستاذ ابراهيم عيسى على منشط نشر في جريده المقال بيقول فيه اهي سينا بقت زي العراق وسوريا، فراح قدم فيه بلاغ، فالنيابه حققت معاه في البلاغ الثاني واخلي سبيله في البلاغين ب 5000 جنيه. في قضايا النشر الصحفي مفيش حبس، في غرامات. هي دي حريه الصحافه. طيب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ قول لي الاحراج ده، هم عارفين. بص هم عارفين ان طب قولوا لي انتوا بتششوني اهلاوي ولا زملكاوي؟ ايه؟ لا مش سامع. طيب بص اهلاوي ما بفهمش حاجه في الكوره يعني، ده شيء كوميدي جدا يعني. عارف اللي هو اتولدت لقيت نفسي اهلاوي. ما هي بس مين فين؟ زملكاويه اتولد بيقولوا نفسهم زملكاويه. طب ايه رايك يا راجل نحتفل بنجم زملكاوي النهارده عيد ميلاده؟ من الهاشتاجات المنتشره جدا شيكابالا.
احنا الهاشتاج بحب شيكابالا علشان انا بحبه علشان هو موهوب وزعلان منه قوي علشان اتاخر في انه يدور على نفسه. انت بتشوف شيكابالا ازاي؟ انا كوره فما اعرفش اكدب يعني. طبعا عارف شيكابالا؟ طبعا بص انا في الرياضه عشان بس انا صريح انا في الرياضه ابيض يا ورد. حد فيكم بيحب شيكابالا؟ حلوه ليه؟ عشان زملكاوي. ما عشان زملكاوي. طب كويس. لا ما هو اكيد شيكابالا عشان زملكاوي موهوب. علشان زملكاوي موهوب. مش شايف ان شيكابالا لو نجح في انه يدور على نفسه من بدري بموهبته العظيمه دي؟ من بدري كان زمانه لاعب عالمي. كان زمانه دلوقتي بيلعب في انديه كبيره. صحيح. في اوروبا في انديه تانية. يعني انت لو ما دورتش على نفسك صح وانت عندك الموهبه ممكن تضيع. لا كنافه مدور على نفسه. كنافه تسمع كنافه؟ طبعا ده اشهر معلم. انت بس اكتب على السوشيال ميديا كنافه ده بيجي له لايكس على البوست اكتر مني والله. لا ده انا عندي مشكله نفسيه معاه بنت لذينه. ينزل البوست يجي له ريتويتس وانا افضل اتفرج. علق على ايه؟ عرفني بنفسك. عن نفسيات اللي لا انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. طب كلمني عن نفسك. لا تواضع كده. مش لا انا الحمد لله يعني. اسمك ايه؟ عمرو خيري. عمرو الخليل. عمرو خيري. لا عمرو خيري. ما حدش يعرف عمرو خيري ده ممكن اول مره نسمعه. خيري. حبيبي. طيب يا عمرو انا عندي 24 سنه. ده بطل مصر تايكوندو. ايه ده في عمرو خيري اسمه بطل تايكوندو؟ مش عارف. مش متابع. مالكش دعوه بالتايكوندو. ما بتلعبش حاجه؟ لا. طب كنافه دي جت منين؟ عشان سميت نفسي كنافاني تبع البرنامج القديم اللي هو كان برنامج على القهوه. في على القهوه. فانت كنت الكنافاني. كان هو فيه لا عشان كنا بنربط الاسامي يعني مثلا كنت في رمضان فسميته بتاع كنافه وتبع البرنامج فسميته كنافاني القهوه. فهي بقى من ساعتها الناس بتقول لي كنافه وكنافه. لبست فيك. ماشي. بتعمل كنافه بالقشطه دي والحاجات دي ولا لا؟ لا جربت مره اعملها وضربت مني. ضربت. طيب كنا بنتكلم عن شيكابالا وطالما ما بتفهمش في الكوره هغرقك في الكوره. بايد كنافه في اللي قاله جدا. جدا كل اللي قاله انا موافق عليه. جدا الراجل ده. انا واللي حضرتك قلته برضه في الكوره انا موافق. موافق جدا. طب هسالك موافق ولا لا؟ جدا برضه. النهارده اتحاد الكوره اعتمد نتيجه الزمالك مع المقاصه 1-0 لصالح المقاصه بعد تقرير حكم جهاد جريشه اللي قال فيه ان المباراه انتهت وما جابش سيره ضربه الجزاء نهائي اللي كانت واضحه جدا وهي من حق الزمالك. ولكن هذه كره القدم. ومع ذلك النهارده نادي الزمالك اعلن انه انسحب من الدوري المصري ومنزل اعلانات في صحف الغد الصحف القوميه علشان دعوه للجمعيه العموميه للتصويت على الانسحاب من الدوري. ايه رايك يا كنافه؟ كنافه شايف الدوري ينفع من غير زمالك؟ لا مين يتوقع ان الدوري هيتلغي السنه دي؟ لا ما اتوقعش انه يتلغي. مش لازم انت هتبقى مبسوط ان الزمالك انسحب هتكسب مين؟ يعني ايه معنى بطوله هتاخدها بدون الزمالك؟ باقي الفرق عادي. المنافس الاساسي يا ابن الزمالك. لا انا واحد من الناس ما اتمناش ان الزمالك ينسحب واتمنى ان بطوله الدوري تنتهي. خلوني اختم معاكم بالبطريق. القلش على البطريق بتاع المول الجديد. يا ليتني كنت بطريقا. اخر حاجه شفتها النهارده غير البطريق اللي كان واقف حزين ولازق وشه في الحيطه ده. اوكي. ان جاله انتداب هنا واعاره. كام بطريق انتحروا علشان ما يجوش مصر؟ انتوا في حد فيكم انتوا جيل بطريق؟ انت تعرفهم اكتر مني. ايوه. بس هذا الجيل هو اللي بيعمل الكومنتات دي وهو اللي بيتريق التريقة دي. انتوا فعلا شايفين اللي يجي مصر يموت وتبقى عيشة كأنه بيتعاقب حتى البطريق بينتحر عشان رافض يجي؟ انت بتسألني ولا حد فيكم يلعب اللعبة دي؟ لا انا بسألهم هم الاول وبعدين اسألك. اسألني. حد فيكم دخل يتريق على الموضوع ده؟ بس انتوا معتقدين الاغلبيه العظمى لازم نتريق ونقلش يعني مش فاهمه يعني احنا مش كلنا يعني مش الاغلبيه العظمى مننا لا اغلبيه الناس معتقده الناس اللي مهتمه جدا بالسوشيال ميديا عامه يعني
كل حياتهم طريقة وهزار. لا احنا بنفهم جدا وبنعرف نفرق بين اللي بيهزر وبين اللي بيتكلم جد، ومش على طول يعني طول الليل نهار بنقلش يعني وبنهزر، مش كل حاجه بنقلش عليها عامه، مش كل حاجه. طيب هو القلش بقى يعني هو خلاص بقى اسلوب حياه يعني مش هنقدر نستغنى عنه. بس انا اقلش على كل حاجه، لكن ساعات ما بسمع القلش عن مصر بتضايق مهما كانت مشاكلنا وعيوبنا. هو عارف، هو الناس بتعتبره عارف اللي هو نقد ذاتي، انا بنقد مش بهدم، انا بس ايه يعني عايز الدنيا تبقى احسن، فكل واحد بطريقته. هو دلوقتي بقى القلش خلاص ترند موجود فقلش لكن دون تجاوز، بس هو عارف ساعات في كلام يزعل، لكن هو انا اقلبها هزار وشويه وبطريق ونرجع تاني نشوف كلنا هنروح نلعب مع البطريق. مين اللي هو لو تروح تتصور معاه قبض هو عايز يروح على طول. لما بنستحمل بعضينا مشاكلنا بتخلص بسهوله. سكتوا كل اللي بيحبطكوا بحاجات فارغه ومش معقوله. حجج ده نشيد مين؟ بحجج فارغه ومش معقوله مش مقبوله. ده نشيد مين؟ ومين المعلمين؟ اهو. طيب ممكن اللي داخل بعدي مباشره دلوقتي هو الاستاذ جابر القرموطي. خليني هقول للساده المشاهدين، احنا بعد الفاصل مكمل معايا المعلم احمد يونس، هنعمل الحوار بقى بجد شويه كده وافهم ما بيحب بيترعب من التفاح ليه؟ من الخوخ. مالك من الخوخ؟ ايه اللي بيجرالك مع الخوخ؟ لا 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 حاجات كتير هنعرف ازاي شخص واحد ليه في راديو قد كده بتسمعه على الموبايل وبتسمعه انت بتذاكر وبتسمعه انت في العربيه يقدر يغير ويقدر ياثر في جيل وفي شباب احنا بنسعى ونحفى علشان نعرف نتكلم معاه. واحد عارف يتكلم معاه وبقى ترند كل يوم. طب عايزين ايه تاني؟ يبقى في حاجه غلط فينا. يبقى الكبار والوزراء لسه بنجيب ناس منشيه او كبيره، ولا محتاجين يشتغلوا في الاذاعه؟ بس كنا وزاره انا جاهز. طيب احمد جاهز للوزاره التربيه والتعليم. لا مش يعني قدام 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 مش دلوقتي يعني. احمد جاهز نكمل معايا الحلقه اللي اخرها الجزء الثاني الا اذا اتقبض عليه. الجزء الثاني من الحلقه هيكون معايا المهندس وائل الفخراني. وائل الفخراني هيعمل تجربه حيه. عنواننا النهارده من الفشل بكمل دور على نفسك، من الفشل كيف تتجه للنجاح، وهيعمل لكم اختبارات وهيسالكم اسئله علشان يشوف مين فيكم جاهز انه يدخل لعالم الوظيفه، واحتمال نلاقي شغل لاحمد يونس بعد ما فتح قهوه ومش شغال. طيب على الناس ممكن تقدم جابر القرموطي واي كلام يعني طلعني فاصل الكاميرا ماشي. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل، ولكن هنكمل مع رجل مختلف وطول عمره انا كنت بحب اشوف دايما المقدمه بتاعته في برامجه لانه هو انسان متميز جدا. استاذ جابر القرموطي او استاذ جابر القرموطي دلوقتي هينطلق وانا نفسي عايز اتفرج لان انا بحب الراجل ده جدا جدا جدا. نلتقي بعد الفاصل.